صحيح تم الاتفاق مع نادي قطر القطري في تفويت في محمد كونتي بمبلغ قدره مليون دولار، يقع الخلاص على قسطين. أنا إنسان مسؤول، ما نحكيكمش على العروض الرسمية وعلى الرسميات، يعني أنه ثم نبي كاميرا حكى معايا وقالوا أن وكيل أعماله يحب يتصل بي بشأن عرض معين. بقى هذي ما خلف الكلام هذي رأى ما صار حتى شيء، دونك ما ثماش حتى حاجة أوفيسيال. وبالنسبة للطرف المقابل الانتدابات من نادي الرياضي صفاقس بعد وضح الزيدي والتمديد لحسين علي، هناك مشاورات مع بعض اللاعبين في تونس وخارج تونس، بقي ما زلنا في المفاوضات، ما زلت الامور ما توضحتش، واذا كانت توضح في الايام القليله القادمه ان شاء الله نفيدكم بالجديد. بالطبيعه انه لازم ثم تطعيم، باش يقع ثم تطعيم قبل كل شيء من فريق النخبه اللي فيه ثلاثه واربعه عناصر ينجموا، وسبق لهم وانه تم ترقيتهم للاكابر واعطاو معناتها نتيجه باهيه، وثم كيف كيف تطعيم كما قلت لك من فرق تونسيه ولا فرق من لاعبين اجانب. احنا نعرفوا الشيء هذا لازمته يصير، بقى كما قلت لك اذا كان تمت الانتدابات راه نعلمكم بها معناتها في اقرب وقت. ثم مفاوضات متقدمه في بعض الملفات، وفما مفاوضات ما زالت شويه، دونك ديكو ثم جديد نفيدكم يعني. في كل الحالات اللي كي تبدا انت مسؤول في نادي رياضي لازمك تكون عندك حلول في السيناريو الكليك داكوردو. احنا مبدئيا ما عندناش حتى اشكال مع المدرب حسام بدري، وهو مدرب النادي الرياضي الصفاقسي الى بدايه شهر اوت، وهذا عن عقد ما بينات. واذا كان اتفقنا على التمديد فانه باش يقع التمديد، واذا كان ما اتفقناش على التمديد بطبيعة النادي الرياضي الصفاقسي لازم تلقى الحل، والحلول نتخيل ثم حلول موجوده ما ثماش اشكاليات. وفي كل الاحوال انه حتى باش تاخذ مدرب لفتره معينه ولا معناتها امور معناتها تعدينا بها قبل وقينا الحلول، وان شاء الله ديما نلقاو الحلول.